نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. انتشار القوة المسلحة قاعد مستمر في شوارع العاصمة طرابلس، في كل المخارج، في كل مداخل ميدان الشهداء تقريبا. قوات الوفاق المسلحة منتشرة في كل مكان، ويبدو أن القبضة الأمنية كل يوم قاعدة تزيد شدة وتزيد حزم. السيارات المسلحة، المسلحين اللي هم مرتبطين بحكومة الوفاق تقريبا ينتشروا في كل مكان الآن، قاعدين جاهزين وفي مواقعهم اللي هي قريبة من ميدان الشهداء، الأزقة، الشوارع الفرعية، يعني كل المداخل والمخارج. يعني باختصار في حالة استنفار أمني مستمرة وحالة استنفار أمني كبيرة لكل المجاميع اللي هي تابعة لرئاسة المجلس الرئاسي. وهذا يوم الثالث، هذا اليوم الثالث على التوالي. في من حاول اليوم أنه هو يخرج رغم أن الوضع صعب جدا، رغم أن الوضع معقد على المستوى الأمني. ونبي نبدأ معكم بهذا المقطع. اليوم 28 أغسطس من قدام قاعة الشعب في العاصمة طرابلس، مجموعة بنات وشباب طرابلس كانوا يحاولوا أنهم يتظاهروا، جهزوا أنفسهم وجهزوا شعاراتهم وكانوا نازلين، وكان من المفترض أيضا أن في دورية تتبع للداخلية حتحميهم، لكن الأمور يبدو أنها مشت بشكل سلبي بالنسبة للشباب والبنات بتاع طرابلس. وحتى الدورية بتاع الداخلية يبدو أنها هي أيضا ما استطاعتش أو ما قدرتش أن هي تحميهم بسبب القوة الكبيرة المقابلة المتمثلة في المجموعات المسلحة اللي يبدو أنها هي حريصة على مسألة منع أي نوع من أنواع التجمعات. نشوف المقطع ونرجع للتعقيب. البنات بتقدر تسوي التهماني اللي بيجيها قاعة الشعب، يعني نتكلم الجهة الغربية كلها اللي بيجيها، واحنا هنا جيت قاعة الشعب، اهلا وسهلا بيك، مرحبتين وتفضل. والله يا رحمة، شوفوا الظلم تاعي ولا بنت، اهلا بنت بنت، شوفوا الظلم تاعي ولا ولد لابس عباء وك علي. قاعة الشعب، احنا في قاعة الشعب، اول مكان للتجمع قاعة الشعب، ما فيش كلام، موت ولا نية. خلي شن يديروا، بيطبوني انا نموت قبل ما يطبوني، شني مثلا موت وحدة نموت قبل ما يطبوني، هذا الشيء انا اوبا شوف رصاص ولا تشوف رصاص ولا تشوفوا في رصاص ولا؟ تعالوا من هنا، تعالوا من هنا. تشوفوا في رصاص ولا؟ كلابهم ما. تشوفوا في رصاص، تسمعوا في؟ تسمعوا في رصاص ولا؟ امشوا الأمن، أمن. اجري. تسمعوا في رصاص ولا؟ خلي يطلع من هنا، تشربوا في بعض. إذا النتيجة النهائية أن المجموعات المسلحة اللي تتبع رئاسة المجلس الرئاسي حزمت قرارها وهو قمع أي تجمع مهما كان كبير أو كان صغير. وخلونا نأخذ البيان رقم 5 لحراك شباب 23 أغسطس بخصوص هذه الحادثة تحديدا. نستنكر وندين إطلاق الرصاص على التظاهرة النسائية أمام قاعة الشعب اللي أدت إلى إصابة 2 من النساء واعتقال 4 منهن. شباب الحراك يتكلموا على اعتقال 4 فتيات من المشاركات. ونستنكر الانتشار الأمني الكثيف بالأسلحة الثقيلة في جميع شوارع طرابلس، إغلاق ميدان الشهداء واعتقال عدد كبير من المتظاهرين بشكل فردي وهم يحاولون الاتجاه نحو الميدان. ونستنكر إطلاق الرصاص العشوائي على المتظاهرين. ندين تهديد الكتائب المسلحة لأفراد وزارة الداخلية من الشرطة الذين كانوا يسعوا لحماية المتظاهرين اليوم. ونستنكر صمت المجتمع الدولي ووسائل الإعلام المحلية لما يحدث اليوم السادس على التوالي. قررنا أنه سينفذ من ليلة اليوم العصيان المدني، إغلاق المناطق إلى أن يتم تحقيق كل مطالبنا، وهي إنهاء الانقسام السياسي، إسقاط جميع الأجسام السياسية في الدولة، تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء لتشكيل حكومة مصغرة تعمل على تجهيز انتخابات مجلس نواب ورئيس دولة واستفتاء على الدستور. خلونا نذكر أن من أهم المطالب الرئيسية والأساسية اللي كانت لشباب 23 أغسطس، وأعتقد يعني أنه هو مطلب لجميع الليبيات والليبيين، اللي هي مسألة الانتخابات، الانتخابات البرلمانية، انتخابات رئاسية، وتتكلم على الدستور. الانتخابات والدستور مطلب أساسي وهو عنوان رئيسي أساسا في أول بيان انطلقوا به شباب 23 أغسطس، الانتخابات والدستور. نمشي لمصراتة، مدينتنا مصراتة، من قدام البلدية. قدام بلدية مصراتة شفنا لافتات وشفنا شعارات متناغمة ومتضامنة أيضا مع شعارات شباب 23 أغسطس، وشعارهم الأساسي لا حفتر
للسراج، للسيف، للمشري اللي كان نشوف الصور اللي من داخل مدينة مصراتة، ولا الصديق الكبير. يعني تقريبا وضعوا الشباب أسماء كل من هم في المشهد السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي. الشعار الأساسي كان من قدام بلدية مصراتة: يلا يا أخوتي يد بيد والسارق لازم ينشد. نشوفوا هذا المقطع ونرجع للتعقيد. يلا اخوتي يد بيد والسارق لازم ينشد. يلا اخوتي يد بيد والسارق لازم ينشد. نبو طي ونبو مية وين وعود الداخلية. نبو طي ونبو مية وين وعود الداخلية. ولا طي ولا مية وعود الداخلية. نبو طي ونبو مية وين وعود الداخلية. ولا طي ولا مية ترم الشهداء ينادي يبي تطير كبلادي. ترم الشهداء ينادي يبي تطير كبلادي. لاحظت الناس الراج ايب يا اولاد. لاحظت الناس الراج ايب يا اولاد. إذا شباب مصراتة تحت شعار لحفتر للسراج: ليبيا يا أولاد. وقالوا كلمتهم شباب مصراتة بشكل حضاري وبشكل سلمي دون ما يعتدي عليهم طبعا أي حد. وبنفس الشعار بالضبط اللي رفعوه شباب مصراتة رفعوه أيضا شباب بني وليد. نمشوا لبني وليد وفي تناغم وفي تطابق كبير للشعارات لحفتر للسراج: ليبيا يا أولاد. نشوفوا صور من بني وليد الشباب اللي هم جهزوا أنفسهم ونزلوا للميدان احتجاجا على الأوضاع المتردية هذه، احتجاجا على الضي، احتجاجا على المية، انقطاع المية، انقطاع الرواتب. وشعار آخر من بني وليد أيضا: فلوس الليبيين ضاعوا بين روس وسوريين. في الشعارات فلوس الليبيين ضاعوا بين روس وسوريين. طبعا للتذكير المبالغ اللي يقضوا فيها مرتزقة أردوغان أو مرتزقة بوتين الروس مبالغ كبيرة. يعني السوريين تحكي على بين 2500 دولار، والروس الفاغنر أو مرتزقة بوتين أيضا يعني في منهم يوصل راتبة إلى 3000 دولار. يعني تتكلم على أرقام كبيرة ويتم دفع رواتبهم يعني بالدولار. يعني حتى نمشوا لمدينة جميل أيضا تقريبا في عدد كبير، في 7 أو 8 مدن اليوم كلها طلعت متضامنة مع حراك 23 أغسطس. جميل طلعوا وعبروا عن اعتراضهم على الوضع المتردي والأوضاع المتردية، طالعين بإعلام بيضاء بتغيير سلمي حضاري. وفي ملاحظة مهمة جدا، في ملاحظة مهمة للغاية بخصوص حراك شباب ليبيا في كل المدن الليبية والمناطق الليبية. يعني نحن بلاد فيها أكثر من 20 مليون قطعة سلاح، والدول الأجنبية قاعدة تزيد وتعبي في ليبيا سلاح كل يوم. يعني ولك أن تتخيل شن يعني هذا لما أنت تبي تطلع مظاهرة سلمية. يعني الشباب الآن يواجهوا في شيء استثنائي، ورغم هذه الحقيقة هم مصرين على السلمية ومبدأ السلم، لأنهم يبدو أنهم عارفين كويس أن السلاح هو سبب مأساة ليبيا. يعني يقولوا تخيل لو أن ليبيا ما فيهاش يعني هذا السلاح راه الوضع مختلف تماما. طبعا ما ننسوش أيضا نوجه الشكر لمديرية الأمن سواء في مدينة مصراتة وسواء في مدينة بني وليد، لأنهم وفروا الحماية للشباب هضم ياهي، ومشيت المظاهرات بشكل سلمي وبشكل سلس، وأطلعوا وعبروا عن رأيهم، رأيهم في الطبقة السياسية اللي موجودة، رأيهم في كل الشخصيات سواء الشخصيات العسكرية السياسية الأمنية، وأيضا الناس اللي هم متصدرين المشهد الاقتصادي عبروا عن رأيهم بكل حرية وبشكل سلمي. والشكر طبعا لكل أفراد الأمن اللي هم أمنوا هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات سواء في بني وليد سواء في مدينة مصراتة سواء في جميل. هذا هو السلوك الحضاري المطلوب، هذا هو العقل والمنطق، يعني هذا هو التصرف العقلي وهذا هو الشيء الصحيح. نمشوا أيضا لسبها. سبها رائدة الحراك، صاحبة ثورة الفقراء من يوم 20 أغسطس، ونحن نقول طبعا الفقراء النبلاء. يعني هل سبها والجنوب ناس دائما كبار بأخلاقهم ووطنيتهم؟ لا عمرهم عابوا في حد ولا عمرهم غلطوا في حد. يعني منظومة القيم والأخلاق اللي في فزان وفي الجنوب شيء نادر، يعني شيء نادر وشيء ثمين. هل سبها وشباب سبها أيضا يقولوا اليوم: ليبيين ليبيين نحن منا مرتزقين، ندعوا عن النار الحمراء واللي يموت يموت بعمره. يعني في تواصل الاحتجاجات في ثورة هذه الفقراء، ثورة فقراء في سبها. نشوف مقطع ونرجع للتعقيب. هاي مرقوا يا أخوتنا يا عيلة يا ليبيين يا عرب سبها. I'm gonna go to the hospital.
سبها وشباب سبها. نبغى ناخذ مقطع لشاب من شباب سبها من الجنوب، وهو قاعد في نقاش محتد شوية مع واحد من قيادات الجيش. طبعا نذكر أن سبها هي تقع تحت نفوذ القيادة العامة وتحت نفوذ الحكومة المؤقتة، وطبعا هل سبها يطالب بالحقوق الأساسية، يطالب بالماء، بالكهرباء، بالرواتب. الفساد طبعا قاعد منتشر، هل سبها ما يوصلهمش أي شيء؟ أيضا حتى الأوضاع الأمنية مش صحيحة. النقاش هو نقاش محتد، لكن فيه شيء إيجابي أن ضابط الجيش أو العسكري اللي موجود يسمع في الشاب. أول شيء كويس أنه قاعد يسمع فيه، وأن الشاب قاعد يعبر عن رأيه، وهذا يعني نقطة إيجابية مهمة جدا. لما نتكلمه لابد من سماع صوت الناس، سواء السلطات اللي موجودة في الشرق ليبيا، سواء السلطات في غرب ليبيا، لابد من سماع الناس وحقوق الناس. هذه ما هيش مطالب لما تتكلم على الكهرباء وتتكلم على المية وتتكلم على الرواتب. نشوف هذا المقطع ونرجع للتعقيب. نطلع تحينا بنزين، ما في نادم عند ما ساكتين بنهرز بنقول الجيش ما وفرنا بنزين، كلمة الحق نقولها إن شاء الله. شنو؟ كان عارفين راح نكون موت نقولها. جيبوا لنا أنتم مسيرتكم، أنتم توصيل مسيرتكم، إحنا ما دخلنا. بطل ما دخلنا، راكبين وبنزين بس، هذا مش الجيش، هذا جيش نعرفه إحنا، ونطلع الجيش وفرنا كل شيء. لا 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 الجيش وفرنا بنزين. زيد عليه شوية. الجيش ما وفرنا، فيرناك حكمنا. الجيش ما وفرنا بنزين. الجيش ماشي بدنا من الخان. نبوه الجيش راه الله يخلي فيك نبوه ما في بلاد ما فيش جيش راه كان غلطان ثاني ما في جيش راه ما يجيب الوطن راه لكن الجيش مش مهم هذا السيوفي لكن الجيش مقدر الظرف اللي فيه يتدخل من اجل هذا مطلوب يا فندم هذا اللي مش منطقي يوصل لك يا اسكندريه مرتك لكن نحن الان نتكلم في وضع استثنائي وضع استثنائي اي حاجه من البدايه قلت لكم نقدروا نوفروها نحن معاها من الصدق بالعكس بكل جديه. لا جيشنا يا بند بالله مزيدك معلش خليه يكمل. جيشنا ما عنده مسير يضرب البطيات المهربات. جيشنا ما يقدر يقضي على التهريب يشحن. جيشنا ما يقدر يكسر محطات بتاعت السوق السوري. كسر احنا معك والله معك حشد معكم اللي ممكن حشد معكم ابدا بس كسر. لا قبلية اللي كسر هيك كسر حاكم عسكري يقول لك كان كسرنا دينا قبلية لا انت قبلية ما دام تفكر انت عسكري ودور عسكري ما دام تفكر في القبلية والله ما محول لك تفاتر كسر احنا معاك مش عم بكره لكن دي فعل نبوك بالفعل ما نبوك ما نقدر قبلية كسرت حاجه تموت عليه قبيله الفلان لا هي ما ينفع ما كانت المسؤوليه تراحة اللي ما كانت المسؤوليه تراحة نطالب بين حكيها في ضباط وجديد لكن ما تقدر يسكت قبليه يجي تسال الشرطه مين بيحميه تقول الشرطه هم المفروض يدوروا الشرطه كان شد خانه قبيله تدعس عليه الشرطه كلها كبيره هم يجي واحد يحميه كيف انا بشد خانه بكره قبيله تدعس عليا يلبدوني في كمره مبدوني في بيت ما الشرطه تحميه الدوله تبرد قوتها مش تحمي الشرطي تحمي العسكري هذا العسكريه واجدين تبارك العسكري والله يجمع كل منهم والله في واحدين يمشي جبات ما عندهم راتب ما نزل لهم راتب هذه وطنيه من الجنوب وما عدوا عليهم ما العسكري بكل ما دعموها، كلمة حق الناس يقول بكل ما دعموها التربية شنو ما دعموها، يدعموا في كتاب الأمنية الناس ما تقرا عسكري كيف عندك جيش واجد أدعمه كل مرة دعمنا كتيبة أمنية، تو هو جيشنا كتيبة أمنية يعني شنو جيش كتيبة أمنية اللي ما تأمنا منه ما نبوه كتيبة اللي ما تأمن المواطنين سبع ما توفرنا البنزين توفرنا تحافظ على سلامتنا ما نبوه توفرنا طالب من قيادة القائد العام ووفرنا البنزينة ووفرنا ما مسؤوليتها مسؤوليتها ما نعرفها لا ما نعرفها حتى وفرنا البنزينة وفرنا الامن والامان قال احنا محسوبين على حكومه مؤقته مش حفايك حكومه ده بكم وريناها
جلسه بس يجي نايب جلسه زرانا قال ما في تريس ما في تريس انت حطيت النخيل هذا عبد الله تكرر النخيل تكرر النخيل تمرض عليهم فرق تو سبع شباب على مقطع ستين يا شباب باين علينا كل جيس وعسلين لكن الواقع ما عرفش في شيء شهاده بالله احنا حافين على كتاب الله والحق نقول لك انا بموت كل حد ما علينا شيء على الله اهم حاجه جيبوا لنا مسير دقوا المسير دقوا الشيرات اضربوش مسير اضربوا اضربوا والله معكم اضربوا شيرات ما شفنا معكم معكم كسروا شيرات ما تفكروا فلان العلان قبيله فلان قضيه وين قضيه شنو اذا رجعت في بعضهم قضيه حاجه ما حاجه ما فرينا قضيه شنو ترى الرسول قال لك وسامحنا على الصوت لكن حذرنا من والله وزيدك في بيت شعر يا فندم هذا الشغل. إذا زي ما يقول هذا الشاب من مدينة سبها يحمل المسؤولية بالكامل للجيش للقيادة العامة بما أن سبها هي تقع تحت نفوذ الجيش وتحت الحكومة المؤقتة ويطالبهم بتوفير السيولة بتوفير الكهرباء بتوفير الضي بتوفير الأمن بالقبض على اللصوص والمطالب المشروعة والحقوق المشروعة بما أنهم يتبعوا الحكومة المؤقتة. وأيضا قال جملة مهمة الكتيبة التي لا تؤمن سبها ولا تؤمن مظاهراتنا ولا تؤمن الناس اللي موجودين في المدينة نحن ما نبوهاش، يعني بالحرف الواحد قالها نحن ما نبوش الكتيبة التي لا تؤمننا يعني وما تأديش في وظيفتها. في نقطة مهمة جدا خلونا نذكروا بها، نراه الحركات الشبابية هذه والمظاهرات هذه استطاعت أن هي تحقق أشياء مهمة جدا. يعني أنت تحكي على شباب 23 أغسطس ونتكلموا على حراك بالتريس على سبيل المثال اللي طلع ضد سياسات مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وطالبوا بتغييره في احتجاجات سلمية استمرت 3 أو 4 أيام وفعلا نجحوا في تغيير إدارة الشركة العامة. بعدين جاء حراك وضغط شباب 23 أغسطس، كان حراك شباب طرابلس زي الروافد اللي هي تشكلت ودارة النهر اللي نشوفه فيه الآن. مع خشة 23 أغسطس زاد الضغط أيضا حتى على الجهات القضائية في المسألة هذه، ومش بس تم تغيير مجلس إدارة شركة الكهرباء بل أصدر النائب العام أمر قبض على 17 شخصية في الكهرباء من ضمنهم علي ساسي ومن ضمنهم عبد المجيد حمزة. أنا أقرأ لكم جزء فقط من هذا المأمورية هذه عاجل وهام، بالإشارة إلى التحقيقات التي بشرها مكتب النائب العام للوقوف على أسباب أزمة الكهرباء وعلى ما ورد بتقرير الخبرة الفنية التي أعدتها كذا وكذا، نأمر بإدراج أسماء المذكورين أدناه بقوائم الممنوعين من السفر من ضمنهم طبعا عبد المجيد حمزة، من ضمنهم علي محمد ساسي ولطفي عبد الله التونسي حسين عمر خليفة، اتكلم على 17 شخصية. إذا أنت تحكي على تغيير هائل، عندك الآن ضغط سلمي، عندك احتجاجات خرجت بنتيجة نوعية، واستطاع الشارع في عاصمتنا طرابلس أنه هو يختبر قوته ويختبر تأثيره في زمن قياسي جدا. بداية يعني يتكون عندك رأي عام يقود فيه شباب ليبيا، يقود فيه بقوة وأيضا يقود فيه بذكاء وبمطالب يعني واضحة وبقدرة على الانفصال على كل الاتجاهات السياسية والشخصيات السياسية اللي في المشهد واللي يعني البعض يشوف أنها هي أفسدت المجال العام. وفي إدراج في نفس السياق هذا للكاتب الشاب خير جبودة في سياق التأثير ومسألة الكهرباء هذه، إذا الشعب يوما أراد الكهرباء فلا بد أن تستجيب الحكومة ولا بد للصور أن يستمر. هذه جزئية مهمة جدا. أمس وزارة الداخلية لحكومة الوفاق أعلنت عن شيء وعمل اعتبروه ناس واجدين أنه هو عمل إيجابي للغاية بعد الليلة المرعبة متاع قمع المتظاهرين واللي طلع فيها وزير الداخلية أيضا بشاغة في بيان وصف فيه المجموعات المسلحة اللي قمعت المتظاهرين السلميين، قال هضمي يعني وصفهم بالغوغاء وأن هضمي ناس استباحوا دماء المتظاهرين، وهذا أيضا اعتبروه موقف إيجابي والبعض وصف أيضا أنه هو موقف شجاع. أمس أصدرت وزارة الداخلية بيان مهم أعلنوا فيه أنهم ضبطوا واحد من المتهمين أو المشتبه فيهم في الرماية على المتظاهرين في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، وبعدين يعني بعد التحقيق تم تحديد الهوية والجهة اللي هو يتبع لها طبعا بحسب البيان. وأعلنت وزارة الداخلية أن هي حتلاحق كل المتهمين اللي هم رموا الرصاص على المتظاهرين انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية زي ما يقول البيان. وفي نفس الوقت أيضا ذكرت المتظاهرين أن عندهم واجبات في عدم المساس بالممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، أن هم يلتزموا بمطالبهم العادلة والسلمية. طيب ناس واجدين أشادوا بالبيانات الأخيرة هذه لوزارة الداخلية اللي كانت بيانات متزنة وعاقلة وفيها حديث مسؤول بحسب ما يرى البعض، لكن المنتظر الآن هو التطبيق العملي. هنا هو التحدي الكبير والحقيقي وهنا هو المحك. هل وزارة الداخلية، وهذا سؤال يطرحه فيه الناس، هل وزارة الداخلية برئاسة الوزير فتحي بشاغة قادرة فعلا على ملاحقة العدد الهائل هذا من أفراد وقيادات المجموعات هذه، المجموعات المسلحة اللي هي أرهبت وقمعت المتظاهرين؟ هذا سؤال مهم. هل حيأخذ القانون مجراه أم لا؟ يعني لمن حتكون الغلبة؟
لتأسيس دولة القانون أم للغة السلاح والعنف والمسلحين. وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة أمس وصل بشكل مش أمس طبعا هو موجود في تركيا وصل بشكل غير معلن، واليوم تم الإعلان رسميا عن وصوله ولقاءه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قبل 4 أيام، يعني في 24 أغسطس خذينا معكم الخبر الخاص والحصري، علمنا في 218 من مصادرنا الخاصة أن وزير الداخلية فتحي بشاغة قاعد فعلا في تركيا زيارة طول شوية، يعني زيارة أيام، الكلام هذا قبل 4 أيام الخبر هذا نحن نشرناه. في الأربع أيام اللي فاتت ما شفناش أي لقاء رسمي لبشاغة قبل ما يجتمع مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشكل معلن وبشكل رسمي. بالتزامن أيضا مع زيارة بشاغة ما اللي كان قاعد أيضا رئيس مجلس الدولة خالد المشري قاعد في تركيا وبدعوة من رئيس البرلمان التركي، واجتمع أيضا حتى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. زيارة بشاغة زيارة طويلة هذه لا شك أنها هي تطرح في أسئلة واجدة بالخصوص، أكثر من الأسئلة اللي تطرح فيهن بيانات بشاغة الأخيرة اللي شافوها مراقبين، يعني متصادمة مع بيانات السراج وإلى حد ما تحاول أن هي تقترب من حراك 23 أغسطس بحسب ما يشوفوا المراقبين. الشخصيات السياسية اللي تؤيد في رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سواء كانت هي من داخل تحالف الوفاق أم كانت من خارج التحالف وأيضا قادة بعض المجموعات المسلحة اللي هم يؤيدوا في السراج يشوفوا أن بشاغة عنده طموح كبير، وهذا ربما يفسر بالنسبة لهم اتصالاته الكبيرة اللي يدير فيهن مع الأوروبيين مع الأمريكيين، نجاحها أيضا في كسب ثقتهم وتحوله لطرف موثوق يعني بالنسبة للغربيين، تحديدا لما نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا في السنتين الأخيرات السنتين اللي فاتن طورت اهتمام خاص بفتحي بشاغة، هذه جزئية مهمة لابد أن نحن نذكرها. في بداية فبراير في 2019 السنة اللي فاتت بشاغة كانت عنده زيارة كبيرة كانت لواشنطن، تلاقى وقتها مع مسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي FBI وأيضا تلاقى حتى مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون وناقش معهم عدد من الملفات كان على رأسها مسألة التنسيق الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، أيضا حتى مسألة حكوا فيها مسألة الدعم الأمريكي للقوات الشرطية في ليبيا اللي يشتغل عليه فتحي بشاغة، وفي مسألة يعني مجال التدريب. ففهم وقتها من الزيارة هذه أن بشاغة ربما هو يفتش أو يبحث عن دور أكبر أو أنه هو يستقوي بأمريكا عشان يردع هذه المجموعات المسلحة. وتزامنت أيضا تقريبا مع زيارة السراج وقتها في فبراير 2019، وقتها السراج ما نجحش في لقاء أي مسؤول أمريكي باستثناء أنه كانت عنده كلمة قصيرة ألقاها في واحدة من الجامعات وهو تنافس لما تبي تحكي عليه قائم من البداية من أول ما بشاغة استلم وزارة الداخلية، قائم بين بشاغة والسراج. من أول ما استلم بشاغة الوزارة تحول لمركز قاعد زي سنتر للاهتمام السياسي في حكومة الوفاق داخل ليبيا وخارجها حتى قبل 4 أبريل طبعا الكلام هذا، قدر أنه هو يشتغل على مسألة الاتصالات الجيدة حتى في الداخل، قدر أنه هو يتواصل يعني في الشرق على سبيل المثال، تواصل مع شخصيات عسكرية مهمة زي عون الفرجاني، تواصل أيضا مع وزير الداخلية بوشناف، شفنا وقتها حتى تنسيق بين الوزارتين صار بين وزارة الداخلية في المؤقتة وفي الوفاق، وكان وقتها خبر نوعي وإيجابي أيضا وأثر أسئلة وأثر استغراب الكثيرين، وفي من تفائل قالوا أنه ربما هذه بداية لإنهاء انقسام أمني ربما هو حيرمم المشهد السياسي. فيعني التنافس هذا قديم وقبل 4 أبريل التنافس الشديد بين أقطاب الوفاق، تحكي على فتحي بشاغة وزير الداخلية، تتكلم عن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وتتكلم أيضا عن خالد المشري. التنافس هذا أو الصراع السياسي هذا، وبالمناسبة أيضا في من ضمن جدول أعمال ونذكر بها وزير الداخلية الوفاق فتحي بشاغة وهو في تركيا أيضا سيلتقي بالسفير الأمريكي على سيرة الدور الأمريكي وعلى سيرة نظرة الأمريكان لفتحي بشاغة. التنافس بين الأقطاب انتظم في الدور التركي، بين الثلاث شخصيات هذه انتظم في الدور التركي بعد دخول تركيا على خط معادلة الصراع والحرب الأهلية الليبية. طبعا الكلام هذا بحسب مراقبين ومتابعين بعد ما خسر الجيش في المنطقة الغربية وشفنا نوع من الاستقرار النسبي رجعت الخلافات تبان من جديد، أصبحت أوضح في أول وثاني يوم لمظاهرات 23 أغسطس. طيب فتحي بشاغة في تركيا هذا أيضا قاعد يطرح في بعض السيناريوهات وببعض الاحتمالات، زي ما يعرف الجميع الأتراك استثمروا دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا في حكومة الوفاق استثمار كبير جدا، وبعض الأخبار تحكي حتى عن تفكير الأتراك بشكل جدي أنهم ينشروا منظومة الإس 400 في ليبيا اللي هي فخر الصناعات الدفاعية الروسية وباهظة الثمن، يعني مش سهلة، وشراء المنظومة هذه سبب مشاكل كبيرة لتركيا مع حلف الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي استثمرت في مسائل مهمة جدا وعندها النفوذ الكبير وعندها النفوذ النوعي في مواقف حكومة الوفاق وفي تشكيل هذه المواقف السياسية. بالتالي البعض يقول أن ربما الكلمة الفصل والأخيرة هي كلمة الأتراك
فيما يحدث بخصوص هذا التنافس المحموم اللي مرات يكون هادي ومرات يكون واضح. وربما هذا أيضا يفسر زيارة بشاغة في هذا التوقيت الدقيق. بعض المراقبين يقولوا والله زيارة بشاغة هذه ربما تكون جاية في سياق التثبت، في سياق التأكد من مسألة الخيارات التركية، خصوصا أن فايز السراج أعلن أنه سيعيد تشكيل للحكومة بتشكيلة وزارية جديدة. البعض يقولوا أن ربما هي حتستهدف بشاغة، يعني يضع فيه احتمال ربما يكون بشاغة من ضمن المستهدفين بهذه التغييرات الوزارية. فبالتالي ربما الوزير المفوض قاعد في مرحلة فحص بشاغة، قاعد يتأكد من اتجاهات الأتراك، هل الأتراك مستعدين أنهم يلعبوا دور وسيط عشان ربما يوفقوا بين أقطاب الوفاق هذه، أو أن الأتراك يمشوا في اتجاه دعم طرف مقابل طرف آخر في الوفاق. هذا أيضا سؤال ربما يجيب عليه المستقبل، يعني هل يدعم بشاغة ومواقفه وبقية المعارضين لرئيس المجلس الرئاسي السراج، أو يصير العكس؟ لكن طبعا في نهاية الأمر لما تبي تتكلم على الاحتمالات المنطقية اللي أنت يعني تشوفها من خلال معطيات الواقع، هذا كله في نهاية الأمر حيخضع لاعتبارات المصلحة التركية، اعتبارات المصلحة التركية في ليبيا، مش حيخضع لأي شيء آخر. لابد أن الأتراك أولا يتأكدوا من حماية مصالحهم، وفي أوقات المحكات الأتراك دائما تجدهم صبورين في مسألة التعبير عن موقفهم. نتذكر كيف أن تركيا رفضت الاعتراف بثورة فبراير على سبيل المثال، كانت تركيا آخر دولة اعترفت بثورة فبراير، رفضت الاعتراف حفاظا على مصالحها وعقودها اللي هي بالمليارات لعندما تأكدت أن القذافي انهار تماما. فربما أنقرة يعني محتاجة لوقت، محتاجة لشوية وقت عشان هي تعبر عن موقفها بما يحدث من صراع، بما يحدث من اصطفافات داخل حكومة الوفاق بسبب وقع الاحتجاجات في شوارع طرابلس وفي مدن المنطقة الغربية. إذن العيون الآن تتجه لأنقرة، ونبي نقرأ إدراج في سياق الاصطفافات اللي هي أصبحت الآن تجد أوضح لما نتكلم على تحالف الوفاق والأقطاب السياسية في تحالف الوفاق. للأستاذ الكاتب وأيضا الصحفي الأستاذ بشير زعبية عنده إدراج مهم على هذه السيرة، يعني مؤشرات اصطفاف خطير في العاصمة طرابلس تضع السراج في مأزق إضافي إذا لم يحسن الاختيار وقرر الاصطفاف في المكان الخطأ. إذن العيون على أنقرة زي ما يشوفوا بعض المراقبين وأيضا حتى بعض المجاميع المسلحة اللي هي ربما تؤيد في المجلس الرئاسي، يعني تحس بنوع من الخطر في مسألة الاصطفاف هذه. فالأمور يعني ما زالت مختلطة ومشوشة، من جهة تؤيد في السراج ومن جهة تحاول الاقتراب إلى حد ما من شباب 23 أغسطس من خلال تأييد يعني حقوقهم ومطالبهم. فشباب 23 أغسطس زي ما يعرف الجميع تقريبا هم رافضين الجميع، رافضين الجميع يقولوا فيها بالاسم كل الشخصيات، سيف الإسلام، السراج، المشير حفتر. ففي نوع من الارتباك في التعامل مع 23 أغسطس في كثير من المجموعات، خصوصا المجموعات اللي هي يعني تنتمي للعاصمة طرابلس. فالبعض يعني ما عندهش القدرة على التنبؤ بالمستقبل في الأبعاد اللي ممكن يخضن هذا الحراك. إذن هذه كلها تفاصيل مهمة، وبعد شوي حيكون معنا أيضا واحد من الشباب الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ونبو نخضوا هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات اللي قاعدة الآن تنتشر في أغلب المدن الليبية في المنطقة الغربية وفي المنطقة الوسطى. يكون معنا عماد رقيع، نسألوه عن الجانب الحقوقي وكيف هو تابع هذه الاحتجاجات وكيف هو تابع هذه المطالب اللي على رأسها كانت الانتخابات، واللي على رأسها كان طبعا الدستور ومكافحة الفساد وإنهاء التوريث الوظيفي. هذه كلها نقاط راهي ذكرت في أول بيان نشر قبل أسبوع ما يطلعوا شباب 23 أغسطس، كانوا دايرين بيان وضحوا فيه مبادئهم مطالبهم، وقالوا فيه نحن ما ننتميش، يعني نحن لا نعترف لا بأي انتماء قبلي أو جهوي، وكل مطالبنا هي قائمة على اعتبار فقط أنه هو حراك سلمي. يعني نذكروا أيضا أنهم ما همش نشطاء مدنيين معروفين، ما همش وجوه إعلامية معروفة، شباب أول مرة نشوفوهم يعني. فيعبروا عن المسألة هذه وحذرين جدا، وما يبوش ينحسبوا على أي جهة سياسية بحسب ما هم يقولوا. ومطالبهم أيضا في مسألة القضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء أنه هو يتكفل بالسلطة ويدير السلطة عندما يتم التجهيز لهذه الانتخابات ويتم التجهيز للدستور زي ما هم يشوفوا. خلونا نستقبل الاتصال مع عماد رقيعة ناشط في مجال حقوق الإنسان. عماد سعداء دائما بانضمامك لنا، وأكيد أنت قاعد تتابع في خلال الست أيام هذه النهاية في هذا الحراك، حراك شباب 23 أغسطس. قبل شفنا روافد لحركات مهمة جدا زي بتريس وغيرها. في تقديرك كيف تشوف في الجانب الحقوقي وتشوف في هذا الحراك، ومن أي زاوية لما نتكلموا على المطالب اللي يحكوا عليهم زي الانتخابات وزي الدستور؟
اولا مساء الخير خليل ولمشاهدين برنامج البلاد. الحقيقه الحاله في ليبيا او حاله التظاهر اللي بدت للمواطنين بعد انقطاع مستمر للكهرباء والمياه ومنحنيات الحياه اليوميه اللي يلمسها المواطن، ناهيك عن الاموال في المصارف وضنك العيش اللي يعانوا منه المواطنين في عده مناطق، ليس بس يعني ليس فقط في طرابلس. للاسف اغلب المجموعات او المسؤولين الحكوميين في ليبيا فشلوا فشل ذريع في التعامل مع هذه المظاهرات بشكل يليق بسلمية هذه المظاهرات. للأسف أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني بوزاراتها، سواء كانت وزارة الداخلية والمجموعات المسلحة اللي تتبعها، فشلت في حماية المتظاهرين وقيدت حريتهم وقيدت تجمعهم السلمي اللي طالب بحقوقهم ومطالب مهما كانت. المواطنين يا خليل في حالة انهم هم طالبوا بحقوقهم بشكل سلمي، لم يدمروا ممتلكات عامة او يعتدوا على ممتلكات عامة او خاصة. المتظاهرين لم زي ما نقولوا كانت مطالبهم كلها مطالب مشروعة ومطالب حياتية، فلما يتقابلهم بالرصاص او بالقتل او بخطف او باخفاء اشخاص من خلينا نقوله من قادة هذا الحراك، هذا يؤدي الى فشل حماية المتظاهرين. كذلك الحكومة فشلت فشل ذريع في الكشف على مصير الناس اللي اختفت من يوم 23. نعم. كذلك لما نجول قانون التظاهر اللي تدرع به رئيس المجلس الرئاسي ان المتظاهرين لم يتحصلوا على موافقه التظاهر، لما نجي للقانون 65 لعام 2012 بشان التظاهر، نعم، وما الى ذلك، القانون اصلا فيه تقييد على حريه التظاهر. والشيء الاخر الملفت للنظر في كل مناحي الحياه في ليبيا وبالاخص المناطق اللي حدث فيها التظاهر في الفتره السابقه من يوم 23 الى اليوم، في طرابلس، في زليطن، في الخمس، في مصراتة، في سرت، في الجنوب الليبي مظاهرة أو ثورة الفقراء، ما سمي بثورة الفقراء، كل هذه المظاهرات هي مظاهرات حياتية يومية تمس المواطن بشكل مباشر. حاولت السلطات السياسية في ليبيا أن خلينا نقوله أن هي تركب على هذه المظاهرات وأن تتهم أطراف أخرى بتسييس هذه المظاهرات، وأن يحاولوا أنهم يسرقوا المظاهرات اللي حدثت وخروج الناس العفوي اللي حصل في أغلب مدن ليبيا، أن يتم التقادف والاتهامات بين الوزارات، بين المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، بين القوات في الشرق ليبيا وغرب ليبيا. ما حدث في سرت اللي عليه تكتم إعلامي كبير جدا، مظاهرات اللي حصلت في سرت، نعم، والانتهاكات اللي حصلت ما نعرفوش اللي صار بالضبط فيها. فلذلك أخفت كل المسؤولين سواء كانوا في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا، أخفوا الانتهاكات أو حاولوا إخفاء الانتهاكات، وحاولوا إقحام مجموعات مسلحة أخرى بين المتظاهرين لمحاولة القفز على هذه المظاهرات لرسمها بشكل معين يتماشى ومع كل مطلب سياسي من مطالب الأشخاص الموجودين في الحكومة. نعم نعم، نشكرك جزيل الشكر عماد رقيعة، شكرا يعني لكل هذه التفاصيل اللي انت وضعتنا فيها، من ضمن طبعا التأكيد على مسألة القانون 65 في سنة 2012 اللي عماد يشوف انه، ووقتها ايضا حقوقيين ونشطاء شافوا انه هو يقيد في الحريات مسألة قانون التظاهر بتاع رقم 65 لسنة 2012 اللي اقره المؤتمر الوطني. من النقاط المهمة اللي ذكرها عماد ان السلطات سواء في الشرق او في الغرب، حكومة الوفاق او القيادة العامة للجيش، يعني قاموا بعمليات قمع في المناطق اللي صارت فيه المظاهرات، سواء في سرت اللي ما فيش عليها تفاصيل زي ما يقول عماد، وايضا اللي صارت في طرابلس واللي نتابعوا فيها من 6 ايام في طرابلس وما زالت مستمره حمله القمع.
مدن واجدة اليوم طلعت متضامنة مع حراك 23 أغسطس، وهو أيضا مش بس تضامن، هي الحقوق والمطالب اللي الناس طلب بيها. مسألة الكهرباء والضي والرواتب أصبحت يعني أصبحت مشكلة حقيقية في ليبيا. خلونا نمشوا إلى غات ونذكروا أن غات أيضا الأوضاع فيها متردية من زمان، يعني قبل سنتين صار فيها فيضان هائل جدا، وقريب نص هالغات فقدوا منازلهم وفقدوا بيوتهم وفقدوا كل شيء. خلونا نشوفوا غات كيف طلعوا اليوم وشعاراتهم ونرجع للتعقيب. طبعا زي ما تبعتوا في غات النقطة الإيجابية والشكل الإيجابي أن في سيارة تتبع للأمن يعني ماشية مع المظاهرة وتأمن فيهم ومتضامنة معهم يعني وموفرت لهم الحماية، وهذا طبعا أيضا مشهد إيجابي وشيء مهم جدا. أوباري حتى شباب أوباري أيضا طلعوا وقالوا كلمتهم، وهم طبعا الجميع يعني الجميع معترض على الوضع المتردي والوضع اللي أقل وصف ممكن توصف به أنه وضع بائس على مستوى الخدمات، لا في ضي لا في مية لا في رواتب لا في سيولة لا في أمن، يعني ما فيش أي شيء، والحكومات لم تقم بأي واجب. واللي يزيد أكثر طبعا أن الناس تسمع في المليارات والملايين اللي هي نشوفه فيها في تقارير دواوين المحاسبة وتقارير الرقابة الإدارية. خلونا نمشوا لأوباري ونشوف كيف كانت الأجواء في أوباري. يمينك يا سواق، إذن أوباري وغات وسبها ومصراتة وبني وليد والجميل، يعني مناطق ومدن واجدة طلعوا مظاهرات وطلعوا يعني متضامنين مع 23 أغسطس، ويعبروا أيضا عن
الأزمات اللي واجهوا فيها الناس كلهم، تحكي على الكهرباء وتحكي على السيولة وتحكي على الخدمات اللي هي منهارة تماما، والحكومات لا تؤدي في أي وظيفة، يعني تقريبا الناس مش حاسين بوجود هذه الحكومات. خلونا نرحبوا بضيفنا اللي انضمنا الآن من عاصمة طرابلس، وهو أحد شباب 23 أغسطس. أهلا وسهلا ونرحبوا بك، ويريد تضعنا بداية في أجواء اليوم لما أنتوا طلعتوا. نحن الصور اللي وصلتنا أن تقريبا كل المداخل والمخارج ميدان الشهداء هي مغلقة، والمجموعات المسلحة تسيطر عليها. يريد تعطينا الصورة من قلب المكان يعني. نعم، اليوم كانت مليونية، صورة مليونية للكتائب في شوارع طرابلس وليس للمدنيين. للأسف تم أغلاق جميع الشوارع، جميع المداخل، وخاصة المداخل التي تصل بالميدان الشهداء. كانت هناك عزيمة قوية لدى النساء اليوم، واستطاع الوصول إلى قاعة الشعب. نعم. وقام مظاهرة صغيرة أمام قاعة الشعب، لكن تعرض لإطلاق النار من قبل المجموعة المسلحة التي تغلق المحيط القاعة. نعم. ولا نعلم مصير هل قدرتوا تحددوا هويتها، المجموعه اللي رمت النار على الفتيات اللي كانوا موجودات قاعه الشعب؟ للاسف المشهد في طرابلس ينبغ بالحرب، يعني كتائب مسلحه ملثمه لا يوجد اي هويات، يعني تمنينا ان نعم شيء تكون الوزاره التخريجيه من اغلقت الشوارع وقامت بتنفيذ الحظر التجول الذي قرر السيد فايز سراج. لكن للاسف الايران يقوم باغلاق الشوارع طرابلس، كتائب نعتبرها مجهوله، ليس هنا هناك اي ملصقات او شعارات تدل على اي هويه للكتائب الموجوده. اليوم يعني بعد تصريح السيد وزير الداخليه بشاغه بحمايه المتظاهرين، كنا نتوقع ان سنجد امامنا افراد الشرطه ومديريه الامن لحمايه المتظاهرين في الميدان، خاصه ان عبرنا اننا سنكون سلميين وبعيدين عن الفوضى. نعم، نشكرك جزيل الشكر، شكرا طبعا لكل هذه التفاصيل. ونبي ننتقل بكم لمقطع اخر، وهو على لسان أحد أفراد المجموعات المسلحة اللي هي يعني تنتشر في كل الشوارع وفي كل مكان وفي ميدان الشهداء، ويبدو أنهم عندهم رسالة يوجهوا فيها لوزير داخلية الوفاق المفوض فتحي بشاغة. نشوف المقطع ونرجع للتعقيب. الميليشيات يا بشاغة، هادو الميليشيات يا بشاغة، كان قدرت لهم تعالى لهم، نحموا في الدولة، تبيهم يكسروا الدولة، تبيهم يفسدوا الدولة، تعال هو احنا في الميدان، وينك يا باشا أغا وينك؟ احنا في الميدان قلبا وقالبا، انت وين تطلع في الإعلام وتقول احنا ميليشيات؟ انت وين؟ هاو احنا في الميدان، وينك؟ وينك؟ مش تقول عندك رجال؟ وينهم؟ لبس لهم شاربات الرجال اللي عندك، لبس لهم شاربات، ها هو تفرجه تفرج. كانك راجل تعال للميدان، انت راجل ولا تعال للميدان؟ التريسة استنى فيك، ها يا حليلك يا حليل. اذا سقف التحدي كبير زي ما تشوفوا، هذا واحد من افراد المجموعات المسلحة اللي يتحدى في وزير الداخلية، ويتحدى ايضا في وزارة الداخلية اذا هي تستطيع ان تمنعها، خصوصا بعد البيان اللي وصف البعض انه هو بيان ناري من وزارة الداخلية بخصوص المجموعات لما وصفهم بانهم مجموعة من الغوغائيين. وخلونا نعيد المقطع من جديد للناس اللي ربما انضمتنا الان، نشوف المقطع هذا من جديد ونسمعه هذا التهديد لواحد من افراد المجموعات المسلحة اللي يتكلم لبشاغة، يحاول انه هو يوصل له الرسائل ويقولوا له تعال في الميدان، ونحن قاعدين وموجودين. نشوفه من جديد ونرجع للتعقيب. من ميليشيات يا بشاغة، هادو ميليشيات يا بشاغة، كان قدرت لهم تعال لهم، نحموا في الدولة، تبيهم يكسروا الدولة، تبيهم يفسدوا الدولة، تعال هو احنا في الميدان، وينك يا بشاغة؟ وينك؟ احنا في الميدان قلبا وقالبا، انت وين تطلع في الإعلام وتقول احنا ميليشيات؟ انت وين؟ احنا في الميدان، وينك؟
وينك؟ مش تقول عندك رجال؟ وينهم؟ لبس لهم شاربات الرجال اللي عندك، لبس لهم شاربات. ها هو تفرج، ها تفرج، ها كانك راجل. تعال للميدان، انت راجل ولا؟ تعال للميدان. ها هو التريس، ها استنى فيك، ها يا حليلك يا حليل. زي ما سمعتوا تجدر الإشارة طبعا أن الانتشار الأمني الكبير للمجموعات المسلحة جاء مباشرة بعد الاجتماع الأمني اللي كان في ثالث يوم، اللي صارت فيه يعني بعدها مسألة القمع والقمع اللي صار للمتظاهرين. الاجتماع الأمني الكبير اللي أداره رئيس المجلس الرئاسي بحضور أمراء المناطق العسكرية وحضور يعني كل الشخصيات الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها. الشيء النقطة اللي يتكلموا عليها شباب 23 أغسطس في بياناتهم في أكثر من مرة، وهو نحن طبعا خذيناها في البيان الخامس، إن مسألة الصمت الدولي، صمت البعثة الأممية إلى آخره. فنأخذ إدراج أيضا في نفس السياق للكاتب من عاصمة طرابلس، من عاصمتنا طرابلس، الكاتب الشاب أحمد الشارف يعلق على الموضوع هذا. غالبية الدول المتصارعة، زي ما يشوف أحمد الشارف، الدول المتصارعة في ليبيا توحدت على أن تغض الطرف عن الاحتجاجات التي حدثت والقمع الشرس الإجرامي ضدها. إذن هذا جزء، والبعض يشوف أن في يعني نوع من الصمت الدولي، وأن البعثة الأممية وبعض الدول يعني معلقتش، رغم أن في منظمات مستقلة يعني تكلمت وقالوا أن صوت الشباب هذا صوت مسموع. تحكي على منظمة العفو الدولية، وطبعا لما تحكي على وسائل الإعلام المحلية أو الإقليمية والدولية هي تتناول في مسألة الحراك هذا أول بأول ولحظة بلحظة، ممكن تتابعها في أي مكان آخر، لكن ربما الحديث هنا عن البعثة الأممية تحديدا. إذا نتابع معكم أول بأول ولحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة في كل هذه الأحداث. نتكلم على اليوم مظاهرات طلعت واسعة في بعض المدن الليبية، نتكلم على جميل بني وليد، نحكوا على مصراتة، أيضا نتكلم على غات، ونتكلم على بعض المدن الليبية، ونتكلم على أباري، ونتكلم على الناس اللي طالعين ويطالبوا بحقوقهم، يطالبوا بالكهرباء، يطالبوا بالضي، يطالبوا بالسيولة. وانت تحكي الآن نحن حندخل بكرة في 7 يوم من بدء هذه الاحتجاجات، والشباب يقولوا نحن مطالبنا إلى الآن لم تتحقق. وخلوني نذكر بنقطة مهمة ذكروها الشباب 23 أغسطس في بيانهم الأخير، أو القرار اللي هم وصلوا له بعد مسألة أن شافوا أن المظاهرات يبدو أنها هي صعبة في ظل هذه القبضة الأمنية الحازمة والقاسية. يعني قررنا أنه سينفذ من ليلة اليوم، يحكوا عن اليوم الجمعة يعني، العصيان المدني وإغلاق المناطق التي مناطق إلى أن تتحقق مطالبنا، وهي إنهاء القسام السياسي، إسقاط جميع الأجسام السياسية، تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل حكومة مصغرة تعمل على تجهيز انتخابات مجلس النواب جديد ورئيس دولة والاستفتاء على الدستور. إذا الشباب يعيدوا في التذكير بمسألة المطالب اللي هي يعني يكاد يكون مطلب شعبي. مسألة الانتخابات هذه انحكى فيها في أكثر من مناسبة، والانتخابات يعني تطرح في كل المؤتمرات اللي لها علاقة بليبيا، أبدأ من برلين آخر مؤتمر بخصوص ليبيا، عدي لباليرمو، عدي للقاء باريس، لكل اللقاءات دائما تطرح فكرة الانتخابات. والشباب 23 أغسطس ينادوا بمسألة الانتخابات وبمسألة الدستور وبمسألة إخراج الشخصيات السياسية والشخصيات الأمنية، سواء اللي قادت حروب أو الشخصيات اللي كانت هي متورطة في فساد أو مرتبطة يعني بالفساد ومرتبطة بالوضع الكارثي اللي احنا وصلنا له. وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة ونهاية تغطيتنا حراك شباب 23 أغسطس، وأيضا المظاهرات اللي خرجت في أغلب المدن، ومازلنا مستمرين معاكم في التغطية أول بأول وساعة بساعة. نشكر من جديد عماد رقيع على النشط في مجال حقوق الإنسان اللي كان معنا، ونشكر أيضا المتصل اللي كان معنا والشباب، أحد شباب 23 أغسطس كان معنا في مداخلة سريعة جدا من العاصمة طرابلس. تحياتي أنا خليل حاسي، أيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.